السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي طلاب الصف الخامس، سنقوم اليوم بمراجعة بعض دروس مادة العلوم، وسنبدأ أولاً بخصائص الصوت. من خلال خصائص الصوت نستطيع تمييز جميع الأصوات التي حولنا، ومن هذه الخصائص أولاً شدة الصوت. شدة الصوت هي الخاصية التي تميز بها الأذن الأصوات الضعيفة من الأصوات القوية، وهناك عاملان يؤثران في شدة الصوت. أولاً مقدار الاهتزاز، فكلما كان مقدار الاهتزاز كبيراً كانت شدة الصوت كبيرة، وكلما كان الاهتزاز قليلاً كانت شدة الصوت قليلة. العامل الثاني المسافة بين السامع ومصدر الصوت، أي كلما كانت المسافة بين الشخص الذي يسمع الصوت ومصدر الصوت قليلة زادت شدة الصوت. أما عندما تكون المسافة كبيرة ما بين السامع ومصدر الصوت تقل شدة الصوت. والخاصية الثانية من خصائص الصوت هي درجة الصوت، وهي الخاصية التي تميز بها الأذن الأصوات الحادة من الأصوات الغليظة، ومثال على ذلك التمييز ما بين صوت الرجل وصوت المرأة، فيعد صوت الرجل صوتا غليظا وسميكا، أما صوت المرأة فصوتها حاد ورفيع. والخاصية الثالثة من خصائص الصوت وهي نوع الصوت الثاني، أي الخاصية التي تستطيع الأذن تمييز الأصوات المختلفة حتى بين صادرها. فمن خلال نوع الصوت نميز صوت القطة من صوت الحصان أو صوت البيانة من صوت النعام. والآن سنقوم بحل أسئلة أقوى متعلمي صفحة 56. أكمل الفراغ بما هو مناسب في العبارات الآتية: ألف، طرق الأجسام بقوة يصدر صوتا شدته عالية لأن مقدار الاهتزاز يكون كبيرا فإن الشدة ستكون عالية. ب، كلما قلت المسافة بين مصدر الصوت والسامع بالتأكيد ستزداد شدة الصوت. جيم، الخاصية التي تميز بها الأذن الأصوات من حيث المصدر تسمى نوع الصوت. دال، الخصيصة التي تميز بها الأذن بين الأصوات من حيث الحدة والغلظة تدعى شدة الصوت. السؤال الثاني، في أي الحالتين ألف أم باء في الشكل تسمع الطالبة صوت دقات الساعة بوضوح أكثر ولماذا؟ في الصورة ألف، لماذا؟ لأنه كلما قلت المسافة بين السامع ومصدر الصوت ستزداد شدة الصوت، وبالتالي تستطيع الطالبة سماع دقات الساعة بوضوح. والآن سنقوم بمراجعة درس انعكاس الصوت وامتصاصه. فماذا نعني بالانعكاس؟ الانعكاس هو ارتداد الصوت عند اصطدامه بحاجز، وتتميز المواد التي تقوم بعكس الصوت بأنها مواد صلبة وقاسية وملساء. أما امتصاص الصوت فيعني أن ينفذ جزء من الصوت خلال الجسم ولا يخرج منه، وتتميز المواد التي تمتص الصوت بشكل جيد بأنها خشنة ولينة وطرية. والآن سنقوم بمراجعة بعض التطبيقات على انعكاس الصوت، وأول هذه التطبيقات الصدى. ماذا نعني بالصدى؟ هو تكرار سماع الصوت نفسه بعد زوال الصوت الأصلي نتيجة انعكاسه عن حاجز كبير وبعيد، كما يحدث في الغرف الخالية أو بين الجبال العالية. ثانياً، حساب أعماق المحيطات. كيف يتم ذلك؟ يكون هناك جهاز يصدر صوتاً في أسفل السفينة، فتنتقل هذه الموجات الصوتية خلال الماء إلى أن تصل إلى قاع المحيط، فتصطدم به وتنعكس مرة أخرى إلى السفينة. فإذا كان الوقت المستغرق حتى تنزل هذه الموجات الصوتية إلى قاع المحيط وتنعكس كان هذا الزمن والوقت طويلا، يكون عمق المحيط كبيرا. أما إذا استغرقت هذه الموجات وقتا قصيرا فيكون عمق المحيط قليلا. والآن سنقوم بحل أسئلة الفصل صفحة 71. السؤال الأول، أكمل الفراغ بما هو مناسب في المخطط الآتي: إذا سقط الصوت على سطح زجاجي أي سطح أملس
فإن معظمه سينعكس. أما إذا سقط الصوت على طاولة خشبية وهي سطح خشن فإن معظمه يمتص. السؤال الثاني، وضح كيف يحدد الدولفين الظاهر في الشكل موقع فريسته. يقوم الدولفين بإصدار موجات حادة من فمه، وتنتقل هذه الموجات عبر الماء وتصطدم بالأجسام التي تعترض مساره وترتد مرة أخرى، فتستقبلها أذناء الخفاش ويحدد موقع فريسته وينقض عليها. السؤال الرابع، ما العوامل التي تعتمد عليها ظاهرة امتصاص الصوت؟ من هاي العوامل أولا نوع السطح، فيمكن أن يكون هذا السطح خشب أو زجاج. ثانيا طبيعة السطح، أملس أم خشن؟